والله يعني لي النصر العظيم انه فزنا على داعش وخلصنا منه، وان شاء الله بدايه وحياه جديده للعراقيين كلهم، واتمنى لهم كل خير. نعلن النصر المؤزر لجميع العراق وللعراقيين. احنا جايين خدمتكم، هو احنا وليكم وخدمتكم. يانو يانو تعالي. مدينة الموصل تحررت قبل ما يقارب عدة سنوات، تحررت من الدواعش، تحررت بألم وتحررت بتعب ومشقة وجهود. ردة الفعل بيوم التحرير هو أحلى يوم، مثل ما يقول اندحروا الدواعش من المحافظة، وصار النصر فرحة فرحتين لنا وللعراقيين. ما يعني ما بعد احسبنا الفرحة ماكو. طبعا بهذا اليوم رجعت الحياة لنا. فتت الظلام والذي انكشحت عن العراقيين، اصبح وجوههم منوره يعني، وابتهاجا بهذا اليوم العظيم. راديو الغد، وطن يمتد.